وسط مخاوف من اندلاع حرب بين إسرائيل وحزب الله وإيران، دول عربية وغربية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان مع إعلان بعض شركات الطيران تعليق رحلاتها. الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والأردن دعت مواطنيها إلى مغادرة لبنان، حيث أصدرت السفارة الأمريكية في بيروت بياناً تحث فيه مواطنيها على المغادرة وإعداد خطة طوارئ لمن لا يريدون. الخارجية السعودية دعت إلى عدم السفر إلى لبنان وحثت رعاياها على المغادرة بشكل فوري. فرنسا دعت أيضاً رعاياها إلى المغادرة وأوصت المقيمين في إيران بمغادرة البلاد مؤقتاً إذا استطاعوا وتوخي الحذر في تنقلاتهم. كذلك أعلنت السويد إغلاق سفارتها في بيروت ودعت مواطنيها إلى المغادرة. تأتي هذه الدعوات بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران في عملية نسبت إلى إسرائيل، والقيادي في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت، حيث تتزايد المخاوف من اندلاع نزاع إقليمي واسع النطاق في الشرق الأوسط مع توعد إيران وحلفائها بالرد.